غير هي مسألة الفرنسية أخيرا ما نقدرش نعطيك نقاط في الفرنسية لأنه أنا شخصيا الفرنسية ما بقاش عندي معها ماشي يعني ما ك... انا صراحه الفرنسيه كنت متميز فيها ملي كنت نقرا دابا ما بقيتش كنقرا فرنسي اش غادي نقول لك انا نقدر نقول لك اخي الكريم اذا كنت تريد ان تحترف اللغه الفرنسيه راه نفس القواعد راه هي قواعد يمكن انها تنطبق في الفرنسيه وتنطبق في جميع اللغات اولا يا اخي الكريم يجب ان تشتغل بهذه اللغه يعني يجب ان تعمل بهذه اللغه يجب يا صديقي اولا كي تشرع في تعلمها في حاله اذا كنت يعني فقير من ناحيه المعجم ان تبدا ببعض التطبيقات افضل واحسن تطبيق انصحك به يا صديقي هو تطبيق دولينجو هذا التطبيق يا صديقي تطبيق على هاتفك معك طول اليوم وانت تتعلم بعض الكلمات وتتعلم طريقه تركيب هذه الكلمات مساله مهمه جدا فيما يخص التواصل ليس ضروري يا صديقي ان يعني فيما يعني في مساله التواصل ولاننا للاسف لا نستطيع او نخجل من الحديث بلغه اجنبيه مع الغير فمن الافضل يا صديقي ان تتحدث في المنزل ان تتحدث امام الحائط المهم ان تتحدث أن تكون لك تلك القابلية أن تتحدث فهذه المسألة يا صديقي يعني شيئا فشيئا يعني عندما يبدأ اللسان يعني بالتعود على اللغة الفرنسية يعني تنطلق شيئا فشيئا إلى يعني الحديث أمام الزملاء ثم بعد ذلك مسألة يا أخي الكريم أولا يعني مسألة العزيمة لكي تحدث أمام الجمهور هذا الارتباك يعاني منه الكل أنا شخصيا أعاني منه يعني قبل أي محاضرة وعندما يكون هناك أساتذة ويكون هناك طلبة والكل ينتبه لكل كلمة صغيرة وكبيرة يعني بطبيعة الحال تشعر بالارتباك هذه المسألة طبيعية جدا وكن على يقين إذا لم تشعر بالارتباك فكن على يقين أن شيء ما سيقع وسط المحاضرة أو وسط يعني ضروري جدا الارتباك والارتباك هذا الارتباك أعتبره أنا ارتباك إيجابي لأنه الارتباك الذي يجعلك تنجح في عملية التواصل مع الآخر لكن في مسألة أخرى يعني خوفك من أن يسخر منك البعض لأنك يعني نوعا ما لا تتقن هذه اللغة هذه مسألة تخلف لدى الآخر لأن هذا الآخر أولا هذه اللغة ليست لغتي ليست لغة أم يعني هي لغة يعني دخيلة علي فبالتالي من العادي جدا أن أخطئ ومن العادي جدا حتى أنني لا أتقن تلك اللكنة للأسف في المغرب يعقبون كثيرا على الطريقة التي تتحدث بها أنا شخصيا أتحدث اللغة يقول لي شخص والله this is a British accent No, this is an English accent. Fuck off! British accent. This is an English. صح خلاص. هذه لغة. هذه إنجليزية فقط. يعني في النهاية هي لغة. حتى في المغرب. عندما يجب أن تتحدث يجب أن تتحدث بهذه الطريقة. Bon, on sait jamais. Faut voir. Mais عندما تقول مثلاً pour notre مثلاً moteur. تقول موتور يقول لك أنا متخلف شخص متخلف أصلا من يحكم على مستوى الأشخاص من طريقة حديثه هو شخص متخلف يعني شخص يهتم بالمظاهر أكثر وشخص يعجبه المظاهر ويحب أن يتباهى بتلك المظاهر الخداعة وكم من شخص يعني يحب المظاهر وفي نهاية حياته أو في وسط مصوار حياته يأخذ أكبر مقلب فبالتالي عندما تكبر بفكرك تصبح مثل هذه الأمور يعني تظهر يعني تصبح سبيانية شخص يحكم على مستواي عندما أتحدث اللغة الفرنسية فقط لأنني أتحدث بلكنة معينة أنا مغربي من الضروري جدا أن تكون هناك لكنة مغربية أنا أمازيغي مثلا أنا أمازيغي هناك لكنة أمازيغية في حديثي لماذا ستضحك على اللكنة؟ وهذا الشيء أخويا لماذا؟ لأنها ثقافة فرنسية هذه الثقافة ثقافة فرنسية مزروعة ومدسوسة فينا لكي تكون شخص راقي يجب أن تتحدث اللغة الفرنسية بشكل واضح بشكل سليم وللإشارة أصدقائي أقسم لكم برب الكعبة ومن يدرسون في فرنسا يعرفون هذه المسألة وهم الفرنسيين هم أكثر الأشخاص يعني يرتكبون أخطاء في اللغة الفرنسية فبالتالي يجب أن أنا شخصيا والله ما عندي مشكلة أني أتحدث اللغة الفرنسية أمام الملأ رغم أنني لا أتقنها جيدا ولكن ليست ومن يضحك أعرف أنه شخص متخلف أصلا فبالتالي يا صديقي مسألة الثقة في النفس هي مهمة جدا يجب أن تثق في نفسك ويجب أن تكون عندك إيمانيات شيء تؤمن به ويعني يعني هذه المسألة يعني الثقة في النفس المهم يعني الشيء المهم هو أنك تكون طايق في راسك انا عندي مثلا بروجي فان ديتود وداكشي اللي بغيت نقول انا متاكد منه مليون في المئه
وكنهضر معاك به وانت مغربي وانا مغربي وكنهضر لك بالفرنسي حيت انت مغربي وانا مغربي حيت مفروض علينا نهضروا بهذيك حيت المؤسسه اللي كنقرا فيها فارضه عليا القرايه. انا حضر معايا الا بغيتي تناقشني ناقشني في هذا الشيء اللي كنقول هنا فين بغيتي تزنتني. انا مثلا ملي كندير مثلا اخي الكريم اللي تجي دير واحد العرض في المدرسه باللغه الفرنسيه اجي اخويا ناقشني في هذاك العرض في المعلومات. اما خويا باش تناقشني نخاف انا نقولها لك بالفرنسي نقولها لك خاطئه باش تضحك عليا. الا ضحكت عليا راه انت غير حمار انت غير متخلف انت راه باقي ما وصلتي النيفو باقي ما طلعتي باقي انت في الحاضر ما عندك باقي تتشوف باقي تتشوف اللباس وتتشوف طريقه الهضره راه باقي انت باقي عقلك صغير باقي انت صغير فهمتي. فا خويا راه هادشي راه الناس الواعرين راه شوف راه تنجلس مع ناس واعرين تنجلس ماشي ناس واعرين يعني ناس اللي ناجحين في حياتهم ناجحين بزاف وناس اللي متقفين بزاف تنقس مع راه والله يا خويا ما كيشوفوا في هاد الثانويه راه وقت نقسم لكم بالله بغيتي تشوفوا في هادشي راه ما تيشوفوش راه تلقى لابس تيشيرت وتجي وتضرب 5 مليون دولار في النهار 5 مليون دولار اي 5 مليار وتقسم لكم بالله الا جلسنا معاهم جلسنا معاه بون جلسنا معاه لابس جين وتيشيرت وكيهضر عادي وما عنده طوموبيل الناس ما تتهتمش ب تتهتم الناس اللي كتهتم ب تتهدم بالبروداكتيفيتي. انت هو الشخص منتج ماشي تجي تبدا تصور عليا وسكت لبس مزيان تريح مزيان وعرفتي هاد الريحه هادي راه سميتها طنو عرفتي